شكرا ولاء. الاستعدادات لانطلاق مهرجانات بيروت الثقافية بدورتها الأولى بعنوان بيروت تنبض ماشي على قدم وساق. هالحدث المتوقع انطلاقه ب 17 مايو أيار عم يشغل الناس لأنه يعد الأول من نوعه بالعالم العربي. وبآخر التطورات والاستعدادات تم تركيب القبة الدائرية العملاقة الضام على واجهة بيروت البحرية. هالقبة استقدمت خصيصا من الولايات المتحدة الأمريكية وتعتبر الأكبر من نوعها، ورح تفتتح فيها الدورة الأولى من المهرجانات ب 17 أيار الجاري بعرض بصري موسيقي ضخم تحت عنوان رواية بيروت. المهرجان بيستمر حتى 22 من الشهر الحالي وهو مليء بالنشاطات والأحداث. وضيفنا اليوم عزت قريتم أمين عام جمعية مهرجانات بيروت الثقافية رح يحدثنا أكثر عن أهداف ونشاطات هالمهرجان الضخم. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ عزت قريتم ببرنامج يوم جديد. صباح الخير. صباح النور. يعني مهرجانات بيروت الثقافية شو كان الهدف منها؟ مين طلع بهيدي الفكرة وهي عم تقام لأول مرة؟ مهرجانات بيروت الثقافية فكرة طلعت من سنة. مجموعة بيرتي ترأستهم الست لما تمام سلام قالوا إنه لازم يصير شيء ببيروت، لازم بيروت ترجع تنبض، لازم بيروت تكون هي عن جد ترجع عاصمة الثقافة بالعالم العربي. وشو ممكن نعمل لبيروت لنأكد انه دائما هي تكون البوصلة لكل شيء عم بيصير بالمنطقة العربية. فكان القرار انه لازم نعمل شيء لبيروت اسوة بمهرجانات غيرها بتصير بالمناطق. وكلنا بنعرف نحن انه الناس اما تحضر مهرجانات بتقول جاي على مهرجانات بعلبك، مهرجانات بيت الدين، مهرجانات بيبلوس، بس مفروض كمان العالم تقول جاي على مهرجانات العاصمة. فلازم نعمل شيء للعاصمة. بس كمان كان ضمن رؤيتنا واستراتيجيتنا انه نحن ما بدنا نعمل اي كومبيتيشن او اي مضاربه مع حدا عم يعمل مهرجانات. فكانت الفكره تايتنا انه نحن بنعمل مهرجانات او ما يكون غيرنا ما عم يعمل شيء، وبنعمل مهرجانات بكل بيروت وباي وقت بالسنه. فنحن مش موسميين، نحن ما دام في شيء عم بيصير ببيروت بنزقف لهم بنساعدهم بنقول لهم برافو عليكم. ما دام ما في شيء ببيروت بيجي دورنا نعمل، او ما غيرنا يعمل شيء بالمناطق الاصطياف اللبناني نحن كمان بنقول لهم يعطيكم العافيه وبنجرب نساعدهم ونساهم معهم. لذلك نحن ما بتخلوا المعيط الضارب ابدا. مشان هيك نحن مش موسميين ومش بمنطقه وحده ببيروت، رح ننطلق من الوسط لرمزيته. بس نحن مهرجاناتنا القادمه رح تكون بالرمال، بالجميزه، بكرم الزيتون، طريق جديده، ملعب البلدي، بجناح، براس النبع، باي منطقه ببيروت لازم يكون فيها نشاط. فنشاطاتنا هي منا موسميه، هي على مدار العام ورح تنعمل بكل بيروت. فهيدي فكره مهرجاناتنا. نعم، خلينا نحكي شوي عن الفعاليات. يعني بيروت ما فينا نقول بتضم مهرجانات كثيره على مدار السنه، انما هيدا المهرجان بالذات اليوم في نشاطات وفعاليات اذا بدك جديده او فريده من نوعها. واولا رح نحكي عن الدوم او القبه وال3 دي مابينج يلي رح نشوفه، عن روايه بيروت. مين طلع بالفكره؟ مين اشتغل على الموضوع؟ شو رح نشوف بالقبه؟ الفكره هي اجت من فكره كان عندنا اياها العام الماضي. نحن السنه او ما قلنا لازم ننطلق، قررنا انه لازم ننطلق من الوسط، وحددنا منطقه يلي كلنا اليوم بنقول ليه ما عم ننزلها. هالمنطقه فينا ننزلها ما فينا ننزلها؟ عندنا كويشن مارك. هي منطقه شارع المعرض وساحه النجمه يلي كلنا بنعرف انه او ما رجع او ما تم اعمار مدينه بيروت او اعاده اعمار الوسط بيروت، كلنا كنا ننزل على شارع المعرض وعلى ساحه النجمه وكلنا كنا مبسوطين بهالصرح اللي صار عظيم لنا نفتخر فيه. فقلنا بركي نحن بنعمل اول انطلاقتنا من هونيك. صار اتصالات مع دولة رئيس نبيه بري واتفقنا سوا بنرجع نفتح شارع المعرض وساحه النجمه للعموم، لكل العالم يرجعوا يفتحوا المقاهي والمطاعم وكل شيء. كانت فكرتنا انه اول مهرجان بنعمله هو حوالي الساعه بساحه النجمه، بنركب مسرح عملاق، بنلعب فيه موسيقى لايف، والأبنية اللي حوالي ساحة النجمة، البرلمان وغيره، هن بيرووا رواية بيروت. يعني ما في أحلى ما حدا يحكي قصة بيروت إلا الأبنية تاعت بيروت. فكانت الفكرة أن نرجع نفتح هالشارع المعرض بقهاوي ومطاعم مع أصحابها لثلاث أيام ونعمل شو متواصل حوالي ساحة النجمة. هيدا المشروع اللي كنا عم نحلم نعمله هديك السنة. نعرف كلنا شو صار بشهر 6 و7 و8 هذه السنه بالحراك المدني، بدون ما نتحمس وننزل نفتح الشارع اغلقت المنطقه هون كلها. فانجبرنا من هذيك السنه ناجل كل مشروعنا. هلا هالسنه قلنا طيب ما معقول نخلي هالمشروع مضبوط بالجرور، فقلنا بدنا نطلعه، لازم نعمل شيء. شو بدنا نعمل؟ صرنا نفكر شو ممكن نعمل بهالقصه تايت بيروت اللي بدنا نحكيها، عن جد اشتغلنا عليها كثير بدنا نحكيها. صرنا نفكر كمجموعه، فكرنا شو بدنا نعمل؟ اول فكره كان هل ممكن نحن ننقل ساحة النجمة من محل لمحل؟ أكيد كيف؟ لا. أكيد لا، بس كيف بدنا ننقلها؟ قلنا أوكي،
صرنا نفكر نفكر، عملنا اتصالات قلنا خلينا نستورد اكبر دوم بالعالم، اكبر قبه بالعالم، ننقلها على منطقه قادرين نتحرك فيها كبيره، نحط هيدا الدوم وننقل ساحه النجمة عليه. فنحن اللي عاملينه ناقلين ساحه النجمة على هالقبه حطيناها بالووتر فرونت او بواجهه بيروت البحريه، وجينا قلنا هونيك رح ننقل هالشو. كيف بدنا نقول هالشو؟ قلنا احسن طريقه جوات الدوم، رح نعمر الساعه، رح نعمر الطريق، رح نعمر المدرج، رح تجي الفرقه الموسيقيه كلها ال 100 عازف، رح نعمل الاكترز، رح يجوا الممثلين، بس بالدوم كله رح يكون في عندنا بروجكشن 360 درجه، فانت اول ما بتفوتي رح تحسي حالك بساحه النجمه، رح تحسي حالك وين نحن بنحب ناخذك رح ناخذك، رح تروحي على ترجع الوف السنين لورا وناخذك برحله على 70 دقيقه على تاريخ رواية بيروت مع هالنموذج هالمزيج اللي عم نعمله المسار بحياة انه ولا مرة بالعالم صار انه صار بشو بقلبه 3D mapping، بقلبه actors عم بمثلوا، بقلبه live music، وفي سرد للقصة، وفي سرد يعني للقصة يعني مش بس صور وعلى لا 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 music موسيقى live 100 عازف اكترز فوق 100 ممثل عم بيمثلوا لك على المسرح. الاوركسترا الفيلهارمونيه اللبنانيه ما هي في قسم منها وفي قسم جاي من برا، مزيج من فرقه موسيقيه ركبها جي مانوكيان اللي هو اللي حضر الموسيقى كلها ورح يلعبها لايف، جي رح يكون موجود، هو ركب الموسيقى كلها تاعيتها يلي رح تنلعب للناس ل 70 دقيقه بعرض عن جد مبهر، عرض بقلبه يعني اول مره بيصير، ما فيني اقول العالم شو رح تشوف لانه انا ما شفت بعد شو رح نعمل. نحن تحمسنا نشوف يعني ننطر هذا النهار تنشوف، هو اول نهار الافتتاح رح يكون بهيدا الشيء ثلاث ايام ايه، بس العرض السمع البصري رح يكون ثلاث ايام. نحن هيدا الشو نعم، نحن اول ما ركبنا المشروع قلنا شو بدنا نعمل، يعني حتى اول نهارتين نهار ثالث نهار العالم رح يقدروا يشوفوا هيدا نفس الشو. نفس البرنامج نحن اول ما جينا قلنا شو بدنا نعمل بهالسنه، لانه قلنا نحن ما بدنا نتعارض مع حدا. ليه قررنا شهر ايار؟ اعتبرنا اول شهر بعد موسم الشتوي، نعم اعتبرنا اكزاكتلي اعتبرنا قبل رمضان واعتبرنا قبل جولاي بلشوا كل المهرجانات بلبنان، فقلنا هيدا احسن وقت. اجت موضوع بلديه او انتخابات البلديه والمخترة يلي بيروت هي انتخاباتها الاسبوع الجاي، جينا قلنا اتفقنا مع بلديه مع وزاره الداخليه انه امتى انسب وقت، حددنا 17 22. طبعا نحن بفلسفتنا لمهرجاناتنا، نحن مهرجاناتنا لازم تصيب كل المجتمع، العائله كلها، كل الناس اللي عايشه ببيروت، فقلنا نعمل بس قصه روايه بيروت اللي هو مشروع ثقافي كتير حلو مميز فني، الا ما بكفي، في ناس تانية بتحب شيء تاني، كيف ممكن نجيب شيء تاني؟ طلعنا بفكره راغب ونانسي والاكس فاكتور، ركبنا سهره تانية بتصيب ناس تانيين بيحبوا هالنوع من الميوزك. رح يكون راغب علامه ونانسي عجيب. والفاينلست والاكس فاكتور اللي هي لاتويا اللي بتعرفوها المطربه اللبنانيه اللي كثير حبوها الشعب اللبناني، ونجيم المطرب الاجنبي اللي عمل اغاني كثير حلوه اجنبيه. فنحن عندنا بروجرام مركبينه مع باك ستيج برودكشن سبيشال نايت، يعني الناس ما جايه تحضر كونسرت لراغب، مش كونسرت لنانسي، مش اكس فاكتور، جايه تحضر بروجرام كمان حلو في رقصات وفي فنانين وفي موسيقى يلي للناس اللي بتحب هالشيء، واكيد هدول يعني الفانز تقول راغب والفانز تقول نانسي ما فينا نعدهم ونحصيهم، فراح يكون هيدي السهره مميزه لهالنوع من الناس. طبعا هالناس كلها اللي جايه تحضر ثلاث ايام روايه بيروت، ثلاثة أربعة خميس ونانسي وراغب الجمعة، لازم تواكبيهم بشيء، فنحن مركبين سوق الأكل. سوق الأكل رح يكون موجود دائما مواكب لهالإيفنتس اللي عم بتصير، فالناس بتيجي قبل بوقت بتتمتع بسوق الأكل، بتحضر الكونسرتس أو النشاطات اللي عنا إياها، بترجع بعدين بتسهر بتتمتع شوي بسوق الأكل. سوق الأكل مميز فلكل واحد، يعني في أكل في شرب وفي شوز اللي عم بتصير، وكمان هيدا كمان نوت إناف. طيب انت بعد خلينا نحكي عن الفورمولا 1 لانه لا قبل الفورمولا 1 نحكي عن الرالي والفورمولا شوي لنرضي كمان المشاهدين، بس رح وصلهم لهونيك الحماس اللي ناطرين. في عندي بعد ليله بعد نانسي وراغب هي ليله الوايت نايت، نحن في عندنا كمان قلنا طيب في عندنا الشباب والصبايا شو بنعمل لهم؟ لازم تعملي شيء للشباب والصبايا، كلكم سامعين بسكاي بار وسامعين بوايت، طبعا هدول نايتس اللي عم يعملوا كانوا حفلات عالميا بيحكوا فيها، وللاوضاع اللبنانيه في منهم طلعوا للخليج، اتفقنا مع شركة اد مايند لوين بيعملوا الحفلات الوايت دي جي، رح يكون عندنا وايت نايت نهار السبت اللي ما صار بالعالم العربي كله، رح يكون عندنا وايت نايت معمولة للشباب والصبايا ليلة السبت، فنحن بهالطريقة صبنا كل الناس بالسهرات الليلية. وهلا بنرجع على الموتور فيليج معك، لأنه قبل ما يدهمنا الوقت بعد معنا دقيقتين بس خبرنا بشكل الموتور فيليج. الموتور فيليج الموتور فيليج كانت فكرة انه شو ممكن نعمل كمان لنرضي باقي الناس. الموتور فيليج بلشت كلها من قصة
حكايه كنا نسمعها كلنا بالتسعينات، كانوا يحكوا لنا اياها وكان يحكي لنا عنها رفيق الحرير انه رح يجيب فورمولا 1 على لبنان. كنا نسمعها نقول معقول يجي فورمولا 1 على لبنان؟ هذا حلم. فهيدا حلم. فنحن جينا، وطبعا الله يرحمه كان يحلم وينفذ، ما قدر ينفذ لنا اياها لهالحلم. فجينا نحن قلنا كيف شو ممكن نعمل شيء قريب لهالشيء. صار معنا اتصالات مع ريد بول يلي هن عندهم فريق بسابق بالفورمولا 1. نعم. عالميا عنده فريقين، فحكينا معه على فريق الريسنج تيم تبع ريد بول، وبدنا نركب اتفاق انه يجي الريسنج تيم بسيارتين للفورمولا 1 مع سائق عالمي عم بسوق هلا كارلوس سينس جونيور، نعمل شو اسمه ريد بول فورمولا 1 ريسنج تيم شو، بيعملوا شو للسياره، كل الناس اللي بتحب هالعالم رح عن جد رح يحضروا شو مميز كثير. اي سياره هي؟ رح تيجي السياره اللي عم هو رح يجي اول شيء طبعا هن السيارات اللي بيجيبون في عندهم مثل اي سيارات بيطلع كل سنتين بيطلع موديل جديد، اول شيء الموديل اللي جاي كشكل السياره هو اخر موديل للفورمولا 1، ما هن عملوا فيس ليفت للسياره يعني شكلها صار جديد. مكلارن اي وحده هن هلا جايين رينو. اوكي رينو. اوكي فالسياره تاعيتهم، فالجاي السياره تاعيتهم وجايه باللوك تاعيتها الجديده، فهي ورح يسوقها كارلوس سينس يعمل الشو لهي السياره. رح تبرم بشوارع بيروت، رح تبرم بوجه الووتر فرونت، عندها تراك معمول من جنينه الشهيد رفيق الحريري حد الفينيسيا للبيال على طريق الووتر فرونت، وبتطلع حد شوي بانك عودي بتطلع فوق على بارك افنيو، وعندها كذا شو. هلا هيدا الشو المعمول نهار الاثنين وتس فول داي طبعا منه بكفي، نحن قلنا شو بدنا نعمل كمان، فكمان بدنا اتفقنا مع الاتساء اللي يكون عندنا كارتينج تراك اول مره ببيروت، ليكون عندنا كارتينج تراك اجار، بطوله لبنان للكارتينج وشوز على الكارتينج، عندنا درفتينج بطوله لبنان للدرفتينج وشوز درفتينج، عندنا رالي رالي سرعه رح يصير، هدول كلهم اشياء ما بيصيروا بالمدينه اول مره رح يصيروا، ورح يصير في اكتس كمان نهار الاحد مع ريد بول اكتس جونيه اكستريم سبورت، في ناس رح تكون عم تطير بالسما وناس عم تطير بالهواء وناس على المي، عن جد رح يكون ويكند يعني مميز. وما نسينا الاولاد لما انسى، في عنا كيد زون للاولاد لناكد كل شيء قفلناه، في عنا كيد زون ما هوكس بوكس عاملين سبيشل للاولاد. اكيد ما فينا ننسى الاولاد. استاذه عزت راكمي يعني حكي لنا تشوقنا تنشارك بالمهرجانات، طبعا التيكتس متوفره بمحلات معينه للي بحبوا يشاركوا، ان شاء الله بيكون في اقبال حتى مش بس من لبنان، من خارج لبنان نتمنى. يكونوا تحمسوا. بتشكرك كثير استاذ عزت. هلا مشاهدينا رح ننتقل للقاهره وفقره عن شكسبير والتفاصيل معك يا ولا.